كيما قلنا إيمان مشي وليد وكيسان قعد كنا نويك باش تحكي لي على وزيرة المرأة وجبن فما هكا حاجة فما حاجة بهتت الناس الكل وحد ما قد ما ناس حاولت تفهم وحاولت تحلل لشغنمان تاع وزيرة المرأة على سلوغان تاع بوب حبوها برشا صغار وكانت من أنجح من أنجح لي بوب في رمضان اللي فات وسمباتيك على الأخر تخلي صغار ياكلوا معناتها إلانسيت لي زونفون أكونسومي جبن اللي هو حاجة باهية فيها برشا كالسيوم وتساعدهم يكبروا ويبنيوا العظام نتاعهم. أفيك دي ريزيرف أفيك دي ريزيرف بالطبيعة مانيش باش ندخلوا في لي ريزيرف أما باش ندخلوا مهما كان ما جبن ما هو الا طبع جبن ما هو الا طبع جبن مش يكون وانت تعرف الشعب التونسي نبار مرات كان فيديو نشوفوها لا ما جوست يمنا جوش تذكرنا شنو اكزاكتومون وزيرة المرأة وجبن سي كوا لو رابور عطينا وزيرة المرأة انسانة شدة وزارة اصلا زايدة هي وجودها ما عنده حتى تبرير في مجتمع متحضر نورمالمون كيما وزارة حقوق الانسان اي قلقت هي قلقت رملة ماك تعرف تمشي انت في الاوقات الادارية تلقى روحك عندك برشا وقت فارغ فهمتني وتلقى روحك قدام فراغ رهيب باش تعبيه سورتو لي احنا في السوسيتي دو سبيكتاكل وزارتنا ادمنوا سورتو كو لا تو انت سي فري كو وزاره المراه انا با ليو ديكزيستي دون ان باي كي ريسبكت لي دووا دو لا فام ما عندوش ما حاشوش بوزاره اما جوسكا بروف دو كونترير تونس مزيت ما خلطتش ليتا هذيك و فرانشمون سي اون فولي لي سي اون فولي تروفي دي زافير ا ريزودر بارابور ا لا فام ولا مالتريتونس دو لا فام ما فما كان نجمو نلقاو فما كان منها ما تخلقش معنا من يقول لك هما يدوروا يلوموا على الاعلام وهما مدمنين تغطية اعلاميه ومدمنين اتونسيون ما ينجموش معناتها يعيشوا بلا وشنو احسن طريقه من انك تخرج تهمه ريديكول كيما انك تربط بين اعلان نتاع جبن وبين انسيتاسيون للادمان ولا ما فهمتش انا حتى لتوا قاعدين نفركس وقلت لك قاعدين نحلوا والتوانسه قاعدين يحلوا في الريزونمون نتاع مدام الوزيره لقاوه ان ريزونمون ابارمون هي فايتتنا هي فايتتنا برشا اشواط ووصلت من سوفيستيكاسيون لين ولات دون سوبتيليتي اكستريم ترافي دي رابور وين ما فماش حتى رابور وإلا ما نعرفش نتفرجوا في الفيديو ونرجعوا يا سيد يا سيد انت جبل شتي جبل اللي عندك هات شد شد انت جبلني نعم والله حبيت نبطلوا مرتين ولا ثلاثة وما نجمتش رغم اني عائلتي وقفت معايا صحابي وقفوا معايا الكل لما ما نجمتش رجعت لجبن رجعت حتى اكثر وليت ناكل فيه توابع وليت ناخذ فيه سلايس كاسكروتات كل شيء ديما جبن ديما تحت جبن اكثر عمي كيفاش وصلت معنا كيفاش خممت في بيع الجبن في بيعان جبن وقت اللي تسكرت البيبان الكل سميتها برشا ياه ماذا فاكا حسب جبن جبن سايب جبن ياه سايب عاد سايب جبن سايب جبن ياسي هي عم بادي نحب نولي بدن سيب جبن سيب جبن يسي هي عم بادي نحب نولي بدن نحب نولي بدن سيب جبن طلعت الكالسيوم اللي قال ربي ولا في بالي نفهم في بالي ولدي ربي في بالي كيفاش هدوه ولدك كيفاش هدوه ولدك عجبن احكي لنا على كيفاش هدوه ولدك هو يرحم والديك الوزيرة من يتكلم على جبن ولا والديك وليك عم تحلي على جبن كيفاش عرفت روحك تعديت لمرحلة الإدمان؟ ما تهيش جبن من المال هكاك ما عاش يكفيني فهمت وليت تاكل برشا جبن وليت نعمل البودر بطريقة أخرى معناها معناها تشم في جبن معناها وليت ديما بالسهل بالسهل ناخذ 4-5 طويبة كل نهار 4-5 طويبة وصلت حتى حك جبن في النهار السلام عليكم فما جبن حك
حكش بنت فماش مع اصغر اعطيك بالاناتيك مالي ولا اعطيني اربعة ما فيش كله ما لا فيش مضر فماش بن ما يضر الشعب التونسي كله يولي اي اما الظاهرة تاع ماكلة جبن هذا جديدة معناها ولا من قبل موجودة حسيناها كثرة المدة الاخرانية من قبل ما نجي انا وانت قبل ما نجي الناس الكل جبن موجود عند الشعب التونسي الكل طيب علي طيب هو هكا يتباع هذا جبن يتباع هكا شوف تبع يتباع